رغم وجود الكثير من التطبيقات للحواسب والأجهزة الذكية التي تسمح بتبادل الملفات بينهم بكل سهولة، إلا أن بعض المستخدمين لا يزال يستخدم البريد الإلكتروني لإتمام هذه العملية. والسبب في ذلك قد يكون في عدم توافقية هذه البرامج مع جميع الأجهزة أو بسبب بعض القيود المزعجة. ولهذا السبب يمكن تجربة برنامج إنفينيت المجاني والمتوفر لنظامي ويندوز وماك فضلاً عن أجهزة أندرويد وآيفون وآيباد. كل ما يحتاجه المستخدم هو تثبيت البرنامج على الحاسب والتطبيق على جهازه الذكي وتشغيلهما. بعدها يمكن اختيار أي ملف وإرساله بشكل فوري دون وجود قيود على نوع الملف أو مساحته.